النهارده اكيد كلها عارفين احنا بنستعد للموسم الجديد، وكل فرق على يعني بدات مراحل الاستعداد للسيزون الجديد هو 2019 و2020. ان شاء الله كل امنياتنا الطيبه للفرق النادي الاهلي بتحقيق الانجازات وتحقيق المراكز الاولى باذن الله في البطولات المختلفه للالعاب المختلفه. اكيد الفتره دي فتره منتخبات، عندنا منتخبات كتيره، منتخب طايره ومنتخب كره اليد سيدات يعني شباب وناشئات ومنتخب سيدات الطايره، كلهم كل الناس بتلعب بطولات افريقيا في الوقت اللي هو بين الاثنين سيزون مع بعض. هنبدا ببطوله مهمه وبطوله قويه كسبها المنتخب المصري للشباب تحت 16 سنه في كره السله، وتالق مؤمن طارق خيري، تالق نجمنا الكبير تحت 16 سنه فعلا، لكن تالق نجمنا مؤمن طارق خيري في هذه البطوله واحرازه لاحسن لاعب في البطوله واحسن تصويبات للثلاثيات في بطوله افريقيا للشباب المؤهله لكاس العالم باذن الله السنه اللي جايه، لسه لما يتحدد في كره السله. البطولة دي كانت قيمت في الرأس الأخضر وقدر منتخبنا إن هو يجتاز كل الفرق أو كل المنتخبات اللي لعبها. كان في رباعي من النادي الأهلي بيقود منتخب مصر في بطولة أفريقيا، وفعلا الأربعة كانوا مؤثرين جدا داخل منتخب مصر، وهم مؤمن طارق خيري وكريم وليد أبو سريع وعلي وحيد ومحمود وليد عبد المحسن. مصر كانت تأهلت عن طريق المجموعة الأولى، والبطولة أقيمت من 5 إلى 14 يوليو لسه منتهي امبارح، وكمان الحمد لله قدر منتخبنا اللي هو يفوز في المباراة النهائية على منتخب مالي بنتيجة 66-57. بكده أعتقد إن منتخب مصر الشباب يعني ألف مبروك ليه وألف مبروك لاتحاد كرة السلة، وإن شاء الله في المرحلة اللي جاية بإذن الله يوصلوا إلى البطولات العالمية، وإن شاء الله يكون عندنا منتخب قوي جدا ننافس بيه على المحافل الأفريقية، لأن أنتوا عارفين أفريقيا في كرة السلة لاعبين كثيرين جدا محترفين على مستوى العالم.